السلام عليكم اخوتي، كنبلغ التحيات ديالنا لجميع المغاربه اخوتنا داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخوتنا الجزائريين واخوتنا التونسيين واخوتنا الليبيين وجميع الجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج، كنبلغوا لها التحيه من هذه المباراه. هانتي اخوتي وانتم عارفين في خليناها. هانتي اخوتي هادشي هذا بنادم اخوتي حين كطيح على شي حاجه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، والحبس اخوتي كيبقى حبس ومصايب كحله اللي بنادم ما ينواهاش في راسو ولا يحلمها ولا كل مره كتزاد عليك مشكل. وانتم عارفين في خلينا اخوتي، مني جابوني من من تطوان طنجه دخلت الدراري بساكن كل من كيعيط كيجيب لهم الله عيطوا لي النقد او عيطوا لي شي حاجه مزيانه، كل ما كيعيطوا محمد واش نعملوا معاك واش نقدر. قلت لهم اخوتي ما كاين حتى حاجه من هادشي، هذا راه طلعوني كيبحثوا معايا وكيشوفوا شي امورات على المؤسسه وشنو كاين في المؤسسه وشنو كاين، كيهضروا لي على هاد المسؤولين هادو، صخصوني على بعض المسؤولين وبعض الناس اللي مكلفه بالمؤسسه والناس اللي عندها اليد في المؤسسه هنايا، صخصوني سري وهضروا معايا قالوا لي سنينا هنايا وان شاء الله انت يكون الامور ديالك ان شاء الله بخير وعلى خير. صافي هادشي اللي كاين، ما كاين لا نقطة اخوتي لا والو، هادي عاد راك كدور اخوتي ما كاين لا نقطة لا هادي لا والو. فهمتي اخوتي عيادك جلسنا تكيفنا داك كينا هضرنا بقى كيضر لي في راسي داك الشيء بحال هذاك، واش غنعاود لكم لا اله الا الله محمد رسول الله اخوتي، اللي طيح شي باطل على شي مسلم. صعيب هادشي هذا، صعيب بزاف، صعيب باش تكون واحد المسألة لا اله الا الله محمد رسول الله وانتم عارفين اللي كاين كامل. كلينا شربنا وكدا هادي بالدراع، نعس شي ثلاثة ولا الأربعة د الليل داتني عيني بالدراع، نوضنا لغدا الدراري بداو كيجيو فاين محمد كدا هادي، فطرنا مع بعضنا وكل واش كيقول شي كيقول على البال على المزيان، يقول هادشي بحالك ان شاء الله اخي محمد هادي ماشي طبيعية وماشي هادشي هذا ماشي هو هاداك، وعيطوا لك عا بوحدك محمد وكدا وهضروا معاك وكدا وهادي. وانت اخي محمد انت اللي كيهضروا عليه الدراري، انت الواحد اللي كيهضروا عليه الدراري كيقولوا ما عملت حتى حاجه، حتى الدراري اللي معاك المشكل كيقولوا انت محمد ما عملتي حتى حاجه وما عندك حتى مشكل. وقلت لهم انا اليقين ديالي في الله اللي خلق الدنيا والدين، انا اليقين ديالي في الله سبحانه عز وجل اللي خلق الدنيا والدين، ما كتهمني حتى حاجه من هاد الدنيا هادي، اللي عطى الله عطاه بكاع الميت عزايد. دابا انا ما عندي من عدل، انا صابر من حكم الله اتصال عليا الله، موت هو هذاك بقيت هو هذاك، صافي هادشي لله ما كاين حتى حاجه. والدراري ان شاء الله يكون خير اخي محمد وكذا، هادي هي هذيك نوض خرجت عملت واحد الدوره، عملت واحد الدوره هيدي تلاقيت بديك الفقي فين اخا احمد، قال لي انت كتشوف اخي محمد انا سمعت طلعوك المحكمه وكذا هادي البارح، قلت له ما كاين لا محكمه لا والو، هذاك عا واحد عنده معايا واحد التحقيق على المؤسسه شنو واقع بديك المؤسسه وكيفاش وكدا وهادي، ديك الشيء سري ما داونيش حتى ديك المؤسسه ما داونيش، داوني في نهاري ورجعوني في نهاري في الطونوبر اللي مشيت فيها رجعت فيها، جلست مع الساد الناس سريين سيفي هضرت معاهم هضروا معايا ورجعوني، قال لي ما كاين لا ناقط والهضره كدور بالحارس الناقط محمد الضبيب جا الناقط وكدا وهادي، لو اجيني الناقد وحدي يقدر علمو عند الله، يقدروا ما يبحثوا في الملفات ويبحثوا بصح ويبحثوا في المعقول ويعرفوني فعلا، الا عرفوا شي حاجه وكذا وبغار الله سبحانه عز وجل يقدر كل شيء يكون عند الله عز وجل. وهادشي هذا راه فات وقعنا فيه وطحنا قلنا له ما عاملين والو خرجنا وهادي وهادي. قال لي اخي محمد انا هاد السيمانه طلع المحكمه، شكون قال لك؟ قال لي المحامي، قال لي عيطوا تما الملفات وكذا وهادي ودخل المحامي وكذا وهادي، راه عنده الطلعه ان شاء الله في هاد السيمانه هادي عيطوا لي. وقلت له يكون خير اخا احمد الله يسهل عليك ويسهل علينا جميعا، انت كتشوف النهار اللي كنبغيو زعما نرتحوا هيدا ونقولوا زعما غادي نضربوا الحبس ديالنا تيسهل علينا الله، كتخلق لك شي حاجه في الطريق بحال هيدا ولا لا الله محمد رسول الله. كيقولوها الولاء وكيقولوها الوالدين وقالوها الاجداد، كيقولوا المؤمن المصاب وحنا العلم عند الله، حنا فعلا كنا ماشيين في طريق عوجه
ما نقدروش نعرفوا شكون مؤمن وشكون مزيان وشكون عيان، ما نقدروا نعرفوا حتى واحد. ولو حنا كنا ماشيين عوجين، هذيك العوجانه اللي ماشي فيها ماشي شي عوج، بنادم يسمع العوج عوجيه، ما صمتناش لهضره والدينا، ما سمعناش لهضره الوالدين، وما سمعناش لهضره الناس اللي كيبغيونا. تبعنا لله ومالي كما كيقولوا بالدارجه، وتخرقي بسطالي، جلس مع هذا ومشي مع هذا صاحبي، هذا عشيري، هذا كذا، هذا هو المشكل اللي وقع. صافي بنادم ما ردش يبان راسو كذا، وهادي تاجا المشكل وتأدينا كاملين، هذا هو اللي عطى الله. اي هادي قلت له شويه اخي احمد شي صخيره وكذا، هادي قال لي ان شاء الله اخي محمد انا غنشوفلك شي امورات. وهادي اي هادي دور تمشي عند واحد السيد بحايبه، هضرنا انا وياه عاود كيفاش. قال لي محمد دابا ما كاينش في الساعات، كنمشي على البليه على الكمايه دابا، كنت عندي شي بركه مشات دابا كنمشي على البليه باش نساعو الهموم وكذا. وهادي ما بينا ما علينا، دبرت واحد الطرف، جيت دخلت حالي الكارطي، مت واحد الدكة القهوة وكذا وهادي، بقيت كندوك وكذا. قال لك الدراري والو محمد، في العشية عندنا بارديدو غنلعبو مع بعضنا، الدراري تطوان مع الدراري طنجة، واخا واخا وانا كذا والو، عانوض محمد ونسلام وكذا وهادي، نلعبو شي بارديدو مزيان وكذا ونساو الهموم ديالنا. هاهي هاديك دوزنا ديك نص نهار، كلينا وشربنا وتكيفنا باش نساو النهار د البارح شنو وقع، وديك الشتا وديك الرعب وديك البرق. هي هاديك اخوتي، جات العشية فتحو علينا وكدا، هادي لبست عليا حتى انا التشاكيطة، لبست عليا الشورت سبردينا كدا، هادي داكشي الكرة مكيبارين كيباسيون الكرة مكمول، والدراري كاملين السابينة مع ستة، والمهم أربعة كيلعبو مع أربعة، وواحد كيبقى جالس بانكيو وبورتيرو، ني شي واحد هيدا ولا كتوقع شي حاجه ولا كيعيش شي واحد كيدخل ديك الواحد. وبدينا عشيه كامله وحنا كنجونغليو مع بعضنا هيدا، والضحك والنشاط ما كاين، عاد ضرب فيا نضرب فيك، زيد من هنا زيد من هنا. واش غادي نقول لكم اخ، الله يذكره بخير في هذا النهار، الله يرحمه برحمه الله، احمد الغربوي المكني بالهمس، عمري شفت اخوتي ضرب واحد الكره، الكره ضربها بواحد واحد الضربه. اش غنقول لك اخوتي، كون كان جاب شي واحد علمه عند الله وكذا، كان عنده شي تير خطير، ومعهم البوطه ديال الكوروم كيباري مزيان، تيرا فيها قريبه لحد نقولوا واحد 10 متر ولا 15 ولا كذا، والله العظيم اخوتي الا ضربت في الحيط طرطقت، ميكاس طانغو الا ضرب الحيط طرطقت الكره طرطقت. قلنا الله يستر يا ربي هاد العشيه، وهادي نشنا ديك الكره هكذا، قلنا له اخي احمد الله يا اخي كي جبتي قتلتي شي واحد بهاد الكره، كيضحك كنضحكوا كاملين ما كاين حتى مشكل. مشى السيلون جاب كره اخرى كملنا عاود تقرق، عشيه كامله وحنا كنشوطو، مشينا دوشنا وضحكنا ولعبنا بحال تقول ما كاين والو، هو الحبس كيبقى حابس اخوتي، ولو طير ولو طير، واخا يكون الحبس ضد دابا اخوتي ما كيبقاش شي حاجه مزيانه، حيت راه ما فيهش مزيان اخوتي، ولا واحد الساعه شي هي اللي توصل لك ابتسامه وكذا، غادي تقرط لك بدقمك. جوزنا ديك العشويه ما كاين والو اخوتي، لا اله الا الله محمد رسول الله. اجلسنا يا اخوتي باش نقول لك، حسبوا ربي حسبوا المشاجين كاملين، وحنا واقفين ديك الكروه ملي دوشنا وكذا، هذيك كلشي لابس عليه، والهضره كدور على مزيانه وحلوه، تقول اخوتي في السيفيل كنهضروا حنا برا، وحنا عارف الحبس اخوتي، عارف وسط الحبس كنطيريو ببعضنا ونهضرو وكذا ونشطو بعضنا ونخلقو الفرحة، كنخلقو الفرحة لراسنا، ولاو مظلومين وعيانين، والله اللي عالم علينا وعالم ما في الصدور، وربي اللي خلالنا الصحة ديالنا وخلالنا العقل ديالنا باش كنهضرو مع الخوت المغاربة، كنهضرو مع جميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب في هاد النهار هادا، فهمتي أخوتي. هي هاديك حسبو ديك المشاجين كاملين، طاق الراق طاق الراق طاق الراق، تا حنا اللخرين كندخلو حنا اللخرين. هي هاديك دخلنا وبدينا كنتهدو، هادشي كنا عالربحو، هادشي كيقول كدا خسرنا معاهم تلاتة واحد، حنا خسرنا بتلاتة واحد، حنا عندنا بيت وما عندهم تلاتة. المهم وهدا كنا ناشطين الدراري ديالنا بحالنا بحالو، عندنا الدراري كيلعبو كرة مزيان، وهما عاود هيداك، وحنا ديما كنعملو مع بعضنا ديك بارديدو مرة مرة هدا، والمنافسة وديك الشي فشكال، الى شي تقول الزنقه ما كاينش فيها تقول شي الحبس هادو، مولو كاين غوتو الضحك والنشاط وكذا، والصفاره خدامه النار، ما كاين عجر عليا نجري في وسط كامبو. هي هاديك تعشينا جلسنا كنهضرو على ديك بارديدو اللي داز،
كيفاش داز، واحد كيقول بخير واحد كيقول كدا، وحنا مع بعضنا ماشي ناشطين والقلب ديالنا ناشط. كنقول لكم اخوتي الحبس الساعه اللي تطم شي ضحكه ولا شي تفرنيسه ولا شي حاجه حلوه راه الله يستر والسلامة. بدينا كنتشائم وكاع كتكون شي نهار بحال هكا كتشائم كتقول الله يخرجها بخير من النفس ديالك، كتقول الله يخرجها بخير بحال تقول فطر رمضان ولا شي مشكل الله يستر. هيا هذيك قصرنا ما تيسرات دانا النعاس نعسنا، هيا هذيك تصبح علينا الحال بجود الله والنبي رسول الله كنسمعوا لابيل جاو كيحسبوا عاود احسب يا ما تحسب شكون كدا وهادي طاق الراق طاق الراق طاق الراق شكون اللي بقى شكون اللي مرض شكون اللي كدا كيدوزو بديك الشنابر السفلانيين والفوقانيين. عندنا الدوبل دوبل كارتي كاين السفلي والفوق تا كيدوزو كلشي وكيدفعو لابيل وكتصافي كيبقاو يستناو واحد شي حاجه كيقولو لابيل صفا كضرب واحد السله سيران اذا لابيل ثابت هيا كيبقاو يحلو الدراري اللي كتفرق صوبا واللي كيعدلو الشغل واللي كدا وهادي. أنا كنخرج كنريح مع ديك الباب ديك الكور أو كنهضرو أنا وهاد المرحوم الله يرحمه برحمة الله أحمد الغرباوي المكني بالهمص عشيرنا وصحيبنا مسكين وكذا وهادي هو وواحد شي دراري تما ولا طنجة ولا تطوان وكذا كنجلسو مع ديك الكور تلاتة ربعة بينا كنبقاو على جويينات بحال هدا والدكوك والهضرة وهادي. عملت واحد عشرة الصباح أخوتي شحال نقولك كنسمع السمية ديالي كتكلم في الكروه الكبيره شي واحد كيقول له بالحاج محمد اسمعت انا خوتكم اخوتي راه بقينا كنترعبوا كنسمعوا واحد الساعه التسميات ديالنا ولا كذا هادي وحنا محكومين بالحبس بالحبس طويل حبس كبير وكذا هادي والله العظيم اخوتي الا كد ما نعرف وصافي. واحد قال له محمد الطبيب اصاحبي راه هو مطاع بلان فلاني هو داخل بكارتي جا ديك بلانطو هيدا ادخل مش عادي نقول لكم هاد بلانطو كيعيطوا له العيوني مدينة طنجة كان كيعيط المحكمة وكيعيط الزيارة بعض المرات وكذا ولد العمر هضر تا هو وداز معانا تما مسكين وما خلاه تا هو فيه سكن سكن بحال داز سكن بحال ميم. المهم ولد كيعرف الدراري وعرفو الدراري تا هو دوز معانا مزيان ودوز مع الدراري مزيان وكيعيط هيدا الزيارة الله الله قال لي اخي محمد عندك الزيارة هيا هاديك دخلت لبست عليا سكسبت كذا وهادي بحال لا ماجي معروط اخوتي القلب نص فرحان والنص الله يسمعنا كلام خير. واش غنقول لكم ما حيتك تفرح ما حيتك تقول الله يسمعنا كلام خير اخوتي هي هذيك سكسف يا ما تسكسف طرا من هنا من هنا البس هادي اجيب هادي عوط هادي واخرج لا اله الا الله محمد رسول الله قلت لكم بحال معروض هي هذيك ايوا خرج الزياره وخرج شي حوايج كيجيبوا لي باش كنرد لهم ديك الشباب اللي كيجيبوا لي فيهم ماكله واللي كيجيبوا لي فيهم كدا وكان الحبس اخوتي الحبس القديم ماشي هو الحبس دابا اللي كنسمعوا كدا هادي راه كان الحبس وكان الحبس ديال الخير كتدخل له الماكله وكيدخل له الخيرات وكيدخل له بزاف ميتقال كنا شي زعما سبحان الله العظيم ولكن الحبس قاصح وكان ديك الشيء كدا هادي بحق الخير كتدخلني الحبس اخوتي كنقيسو من كلشي تبارك الله كنقيسو من اللحم كنقيسو من لحم الغملي من الغلمي من المعزي من البقري من اي حاجه اللي موجوده في الكون ديال الخير الله كنقيسوها بالحبس تا من الحجر كلينا داخل الحبس كلينا من الميرو كلينا من جميع الاكلات اللي بنادم برا ما يوصلهاش كلينا في الشجن والصراحه الله تقال لنا الديسير لا من خيرات الله كامله هيا هذيك اخرج اخوتي اش عادي نقول لك تنجبر المراه اخوتي واحد العائله من العائله ديالها شفت فيهم بحال هكا بجوج بهم قلت لهم شنو قالت لي جيت انا قلت له الوالد ما جاش قالت لي لا انا جيت عندك اليوم وكذا قالت لي لا لا كنعرف هذيك العائله دخلتها وكذا والمهم قال لي غنجلسوا مع بعضنا بدينا كنتهضروا انا وياه عطاتنا ديك العائله حشوش بنتاخا محمد لاباس بخير كذا هادي كتعمل هاد الداده وكتخليني نشرك الهضره انا قلت لها لاباس وكذا هادي ياك ما قالت لي هاني يا محمد وكذا قلت لها انا هضرت معاك النهار الاول ولا شتي الحال ولا كذا ولا هادي ولا هادي مايمكنش انتينا نبقى مع الدبايده وكذا انا بديت كنبغي نفتح لها المجال وكذا وهادي قلت لها ماشي بالساهله عليا باش غنطلق انا وياك ولا كذا ولا هادي راه هادي ديالك شتي الطلق ديال الطلقه ديالي بيني وبينك بحال حكمت على راسي بالموت واحد الحاجه كتبغيها ميتها وعاد الطلقه من يدك بحال حكمت عليا بالموت انا غادي
ندخل على هذه بحال غادي ننتحر دابا حين غنطلق انا وياك. وبقينا كنتاودو انا وياه من عندين عندك من عندين عندك من عندين عندك. اه محمد انا شتي واخا نطلق انا وياك والله لا تجوش ولا هادي ولا هادي ولا هادي. اسمح لي بلاتي خليتها تما هادي. مشيت عند واحد المسؤول هضرت انا وياه وصل الهضره للمدير غنعمل معاه الزياره مباشره في البيرو. دخلوها لي البيرو ايوا قالوا لي كدا. قلت لهم هانيه ما كاين حتى مشكل وما تيقينش زعما ما نعرف نعمل لها شي منظار ولا بنادم عنده الحبس كتير وكيبغيها وكدا وهادي وما ماشي عاجي. ودخلها لك البيرو كانت باقا الزياره مباشره ما كايناش كاينش المباشر ديك الساعه داك ما كان لا مباشر لا هادي لا والو. كنهضر من جوج شبابك كاع الا واحد الزياره كاينه بحال هكا شباك واحد المهم ها بيناتكم شباك. ايوا دخلنا جلسنا على الكراسه والطابله قدامنا وبقينا انا وياها من عندي لعندك. قلت لها دابا شنو بنت الناس وكذا وهادي. شوف انتينا زعما انا ما نكذبش عليك كرهتي نشوفك عام مزيانه ونكون كذا وهادي ونسمع عليك عام الخير وهادي. وهذا الطلاق الثاني يا خوتي هذا ماشي المره الاولى هذه المره الثانيه. المره الاولى هي في المشكل الاولي هذه في المشكل الثاني. هذا المشكل اللي تاديت فيه الثاني هو هذا اللي غنطلق فيه المره الثانيه. قلت له محمد واخا غادي نطلقو حنا ما غادي نجوشي وعقل على هاد الهضره لا بقى العبار هادشي اللي كاين. وسبحان الذي اللي خلق الدنيا والدين. وفعلا اخ صافي تفاهمنا انا وياه هضرنا بقى فيا الحال والله العظيم حتى الدموع طاحوا لي من عيني وكدا وهادي. اللي وصلنا انا وياه قلت له شوف الحال وكدا وهادي باش نرتاح وتبقى انتينا مرتاحه ونبقى حتى انا وكدا وهادي. قالت لي يا محمد انا معاك تيسا. قلت له صافي عاد انتينا انا نبغيك عانتينا مزيان انا صافي انا تاديت وما عامل والو انتينا عارفاني وربي معايا وصافي انا الله اللي معايا. قالت لي محمد واخا نطلق والله ما نتزوج درتي دابا واخا نطلق والله لا تزوج هادي بهاد الهضره هادي لو كان تهضر. واش عادي نعاود لكم اخوتي الحبس راه ما فيهش الفرحه. انا قلت لكم الالام الالام اخوتي الالام والعذاب. كل مره كتشرب حنطل كل مره كتشرب شي حاجه ماشي مزيانه الله يحفظ كل مره كيدق لك شي شوكه ماشي هي هذيك. تشال الله ربي يرضاك الوالدين. بقيت معاه هذا قالت لي انا جبت لك شي صخره. قلت لها بلا ما كنتش هذا وتينا دابا انت خص لي يعطيك وادي وادي وعاد انتينا باقا في الدار وباقا يماك وباقي هادي وكنتي كتخدم ودخلتك من الخدمه وبقيتي كتخدم ودابا كنتي شي زعما بلا ما احتاج تجيب لي شي حاجه ولا كدا انت ما عندك شي. وفعلا كنعرفها ما خليت لها والو اخوتي وربي شاهد عليا ما خليت لها تفرنك لا حول ولا قوه الا بالله ما خليت لها والو. شنو خليت لا عاودكم شنو بقى في الدار اخوتي تبقاو لا والله محمد رسول الله خليت لها باش تعيش 10 ايام ولا هي بوحدها ولا هادي لا اله الا الله محمد رسول الله. بداو الدموع هو اللي من عيني. قلت لها صافي الله يعينك. قالت لي توبا محمد واصبر ماشي هدا وكدا وتقلق شي وكدا. قلت لها صافي ولا ما عنسمي السميه ديالها اعز حاجه كانت عندي. نوض اخوتي بحال هدا وديك المدير بدا كيصبرني واحد راس المعقل كيعرفني شي موظف يخرج كنبكي ما نكذبش عليكم اخوتي. زاد عليا الحال ما بقاش عندي على المشكل اللي مأدي فيه على والو. الحاجه اللي كنبغيها وكتبغيني اخوتي كتعرف سلمتيها من يدي بحال هدا بحال الا انتحرت بحال صافي بحال حكموا عليا بالموت مني تهمت انا وياها صافي غادي نفصلوا انا وياها بحال الموت صافي يا دي الموت كانت عندي يا دي الموت. ولا اله الا الله محمد رسول الله اخوتي اش غادي نعاودكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا يعطي هاد الشهاده للمسلم اخوتي لا يعطي هاد الشهاده اي واحد في هاد الدنيا هادي. الحياه اخوتي راه كتبقى حياه بنادم خلق باش يعيش في هاد الدنيا ويتمتع الى سال عليه الله بشي حاجه راه باش ماشي يدفن راسو في الحياة اخوتي. راه هادشي هدا راه لا اله الا الله اللي كيتباع الشيطان واللي كيتباع كدا واللي كيتباع العشرين السوء وكدا هدا كيوقع له. واخا ما درتي علاش نضرب هاد التمارة هادي. انا اليقين ديالي في الله والنبي رسول الله ودائما كنقولها الله يحفظكم اخوتي المغاربة من هاد المصايب هادي. الله يحفظكم من هاد المصايب هادي. وبنادم خصو اخوتي يتصرف ويخدم عقلو ويخدم عقلو بزاف اخوتي ديما. علاش باب الصبر ما عليها زحام؟ علاش على الصبر ما عندي عليهاش الزحام والقناعه ما بقاتش وبزاف حاجتني مزيانين عند الله سبحانه عز وجل. قليلين الناس ديال هادشي هذا واسمحوا لنا بزاف اخوتي المغاربه وباقي ما يتقال في هذا المجال. وعاش الملك اخوتي.